أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عندما التقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، مؤكدا أهمية ضمان إيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام، وحذر من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح، مجددا التأكيد على رفض أي محاولات للتهجير من القطاع. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان إن سوناك رحب بجهود الأردن في توصيل المساعدات إلى غزة عبر إنزال جوي، وذكر مكتب سوناك أن رئيس الوزراء دعا إسرائيل إلى فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل للسماح بتوصيل المساعدات الدولية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن لمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من لندن مراسلتنا براء العزاوي. أهلا براء، إذن بشكل عام ما الذي يمكن أن نعرفه عن هذه الزيارة، وخاصة نقطة إشادة ريشي سوناك بالطريقة التي يقدم بها الأردن المساعدات لغزة هنا؟ نعم رامي، يعني أولا هي ليست الزيارة الأولى للملك عبد الله الثاني، سبق وأن كان مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هنا في مقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن في 15 من أكتوبر الماضي، يعني بعد أسبوع تقريبا من بدء الحرب في قطاع غزة. بحثا هذه التطورات عن القطاع وعن الأزمة العسكرية والإنسانية. اليوم تتجدد هذه المباحثات، يعني يبحث الطرفان كيفية التوصل إلى هدنة إنسانية يعني ينبثق من خلالها خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. طبعا كما ذكرت أشاد رئيس الوزراء البريطاني بهذه المساعدات والإمدادات الإنسانية المستمرة من قبل الأردن وإنزالها جوا، وكذلك طبعا يعني بكل الطرق الممكنة برا وجوا، وحتى أن الملك عبد الله أشرف على هذه المساعدات. هذا الموقف هو ليس بموقف جديد على ريشي سوناك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، اللذان لطالما حظا على أهمية المزيد من المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى قطاع غزة، وهذا ما تبين في محادثته الأخيرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما طلب أن يكون هناك المزيد من المساعدات الإنسانية بحرا عبر ميناء إسدود، وأيضا أن يتم فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل لكي يعني تتدفق هذه المساعدات ويتم ضمان وصول المساعدات الأممية ومساعدات الوكالات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع. طبعا هذه هي جل ما طلبه رئيس الوزراء البريطاني، ولكنه أيضا شدد في مكالمته مع بنيامين نتنياهو على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية لكي يتم من خلالها إعادة الأسرى وأيضا إيصال المزيد من المساعدات. وطبعا أيضا يعني مع الملك عبد الله الثاني تم الإشارة إلى هذا الأمر، وأهم ما يأتي مقبلا هو أن يكون هناك هدنة إنسانية خوفا من تطور الأوضاع وانعكاسها على الأزمة الإنسانية أكثر وأكثر. نعم. وفق بيان لمكتب رئاسة الحكومة أيضا براء، ربما حتى نبقى في سياق العلاقات الأردنية البريطانية هنا، على ما يبدو مؤخرا بريطانيا قررت تسهيل دخول الأردنيين إلى أراضيها، يعني فما الذي يمكن أن نعرف عن هذا الموضوع أيضا؟ نعم، سيتفعل هذا القرار رامي في 22 من هذا الشهر الجاري، سيستطيع الأردنيون وكذلك من دول خليجية أخرى الدخول وفق تأشيرة إلكترونية دون يعني العودة إلى لربما الخطوات التي كانت في السابق. طبعا هذا إنما يعكس كما ذكرت يعني الحكومة البريطانية سابقا وكذلك الحكومة الأردنية تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا أن هذان البلدان يشتركان في روابط وثيقة سواء من الاقتصاد أو الأمن أو يعني العمليات العسكرية أو جميع هذه الخطوات التي تندرج تحت تعاون ويعني مشاركة وثيقة بين الطرفين. وتريد بريطانيا أن ترحب بالأردنيين على أراضيها يعني لكي لربما تفتح أبوابها للسياح للمستثمرين، وكذلك يعني تعكس العلاقة المتينة بين الطرفين وبين البلدين. نعم، شكرا جزيلا لك براء على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كانت معنا مباشرة من داونينغ ستريت في لندن مراسلتنا براء العزاوي.